أهلا بكم على متن طائرتنا المتجهة إلى مطار سالزبورغ. عند اتخاذنا قرار السفر ربما لا ندري إلى أين نذهب. في عالم مليء بالأحداث والأماكن الجميلة نسافر ونكتشف معكم كل ظاهر وخفي. نعيش الماضي والحاضر ونسافر معكم عبر الزمن. نتجول بمختلف مناطق العالم ونصادف أشياء وأماكن غريبة. نجد الكثير من الأماكن السياحية الجميلة التي يمكنك أن تذهب إليها متعباً وتعود منها وأنت تشعر بالكثير من الراحة والاستقرار. رحلة في مدينة على قناة إقرأ الفضائية في رمضان. الوثائقي رحلة في مدينة تشاهدونه يوميا في 11 مساء ويعاد يوميا في 5 فجرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.